السلام عليكم، إكرام مراكشي من مضياق. يعني أنا ممرضة في جمعية الصالح لمحاربة داء السكري. إحنا كجمعية كنقوم باكتشاف، كنعملوا هذه الحملات سنوية بتنسيق مع جمعية مواهب وجمعية أم القرى وجمعية الخنساء، وكنكتشفوا الناس الجدد لداء السكري. صراحة هاد الحملات كنا ديجا كنعملوهم مع جمعية داء السكري بالتنسيق مع سي مصطفى، وكانت كتلقى نجاح كبير لدى الساكنة. ودابا عاود تأينا من بعد التوقيف اللي جات مع كورونا وديكشي، عاود شفنا أننا نبداو نحيو هاد الحملات التحسيسية، هاد الحملات الطبية، لان كنلقاو بان كاين اقبال عليها والناس عندهم الرغبه في هذا. وفي نفس الوقت كنكتشفوا بزاف د الحالات اللي كيكونوا شادين على نفسهم في الدار، ما كيكونوش معروفين عارفين راسهم بانهم مرضين وديك الشيء. في هذه الحملات الطبيه كنكتشفوا بزاف د الحالات اللي كيكونوا ما مهتمينش بالصحه ديالهم. ملي كتجي هذه الحمله عاد كيكتشفوا راسهم انهم فيهم سكر، فيهم طنسيون، وفي هذه الحالات كيتبعوا ويبقاو يتبعوا مع الطبيب وديك الشيء. اذا شكرا السيد الرئيس، كنشكروك على المكافاه والمساعده ايضا، وهذا هو العمل النبيل ديال العمل العام. بسم الله، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. معنا أيضا رئيس أحمد تزغيت. أحمد تزغيت رئيس جمعية مواهب للتنمية والثقافة. سي أحمد، حنا كنعرفوا بأن هذه مبادرة بتنسيق معكم، وصراحة أنتم معروفين على صعيد المدينة أو صعيد الإقليم، كنشوفوكم ساعة دائما هاد الحملات، حملات تحسيسية، حملات علاجية، حملات تكوينية، حملات، وتبارك الله عليكم. هاد الجمعية صراحة جمعية رائدة، ودائما كتواكب صراحة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي دابا كنشوفوا إقبال كبير ديال الساكنة ديال حي عين شوفو والمضيق بصفة عامة. الأهداف من هاد المبادرة هذه السيد الرئيس المحترم؟ يا طبيعة الحال الأهداف ديما كتكون الأهداف نبيلة وفي الصالح ديال الساكنة، خصوصا الساكنة ديالنا اللي هاد المشروع ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية اللي كتجسد الروح ديال المواطنه. وفعلا هذه هي كما كنشوفوا الروح ديال المواطنه بين الحمد لله على الساكنه. سيرتو في هذا الحي اللي اندارت فيه الحي هاش ومحتاج مثل هذه المبادرات هذه. سيد الرئيس، واحد السؤال الاخر، كاين شي مساعده، شي دعم من السلطات المحليه، من العماله، من طبيعة الحال لما كان شي الدعم ديال السلطات المحلية والجمعية المحلية، وطبيعة الحال اللي كيهدفوا كيتعاونوا معنا على الأهداف هذا، طبيعة الحال ما غنكونوش حنا. وأكبر دليل يعني جمعية الصالح لداء السكري هي اللي بالشراكة اللي كتواصل بحكم الهدف ديالها هذا النشاط الصحي، إذا جمعية صحية مدعمينها مزيان وتنسيق معنا، كتنسق معنا راه تبارك الله دارت في جميع الأحياء.
واكبر دليل هو ان كنشكروا السيد القائد المقاطعه الثانيه اللي ساعدنا بالقوات المساعده اللي كتزيد تنظم معنا هذا النشاط هذا باش يكون نجاح ويخرج بنتائج ديالو الهادفه ان شاء الله. كنشكر السيد الباسط والسيد العميل اللي كيوصي على هذه المبادرات هذه وشكرا. وحنا كنشكركم كجمعيات تضامنيه وكنشكروا السلطات المحليه اللي قدمت يد المساعده لهذه الجمعيات هذو، بفضلهم ما كانش غادي يكون هذا الشيء. يعني المحل في المستوى، الحضور في المستوى. شكرا عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.